هلا والله، صبحكم بالخير. هذه الغرفة صباح، وهذه الإطلالة. طبعا في شمس هنا، أوريكم بس كذا عشان تراكم في إطلالة الفندق كيف، بس مع دخول الشمس. أعطوني رأيكم في اللقطة هذه. طبعا قيمة الغرفة حدود 560 ريال في اليوم. الفطار عندهم 60 ريال للشخص الواحد. الفندق أنا بالنسبة لي يعطيني 10/10 بصراحة. شوف الإطلالة هنا، بس طبعا لو كانت هنا إطلالتنا حيكون أفضل. 4 نجوم، سعر الليلة 575، بإطلالات جميلة في كل اتجاه. في هذا المكان أنا أشوفه بلاش، لأن لو تقارنون في 4 نجوم في مكان ثاني تعرفون كم الأسعار، ما حتقل عن 1500 ريال تقريبا، أو نقول 1000 ريال. ورايحين يلا إن شاء الله الحين لجهة سويسرا الحين بإذن الله. السيارة نوع A200، سيارة 2022، سعر الليلة 411 ريال. الشيء الثاني تكون ماكينة ديزل. الشيء الثالث أوتوماتيك. الشيء الرابع احرصوا أنها تكون تأمين شامل. بعدين نقطة مهمة، السيارة لما تأخذونها فل ترجعونها فل، تأخذونها نظيفة ترجعونها نظيفة، ولا بيحسبون من قيمة الوديعة، والوديعة حياخذون 3 أضعاف. الحين دخلنا الحدود السويسرية، شفت الإعلام السويسرية؟ قبل شوي احنا كنا في فرنسا. هلا والله، الحين احنا وصلنا للمحطة، أول محطة نعبي فيها، المحطة في سويسرا. طبعا عندهم الديزل، عندهم طبعا احنا سيارتنا 95، تعبي هنا وبعدين تروح تحاسب هناك. في نقطة مهمة، فرنسا أرخص بسعر اللتر. شوف الحين صار كم لتر؟ 30 لتر طلع بالريال السعودي 272 ريال سعودي. عشان كذا أقول لكم احرصوا تكون سيارة ديزل، وتكون أو تكون سيارة بنزين اقتصادية. هذه البقالات حقتهم، نشوف الشيء ناخذ. أذكر فيه بطاطس هنا مرة بطل. إيه والله هذا هو، ما لا يفوتك هذا، بطل بطل بطل. يلا نشوفكم هنا عموما. هذه هي المحطات، وعندهم زي سندوتشات هذه، انك تاخذ اللي تبغاه تسوي سندوتش بالميكرويف فكسد عندهم. وفي ركن هذا جميل، انا احب اركان حقتهم هذه. شوف هنا، شوف كلها موجوده، تاخذ بفرنكين بفرنكين، 8 ريال ب4 ريال، هذه تقريبا ب6 ريال او 7. ايوه هذا الركن الكابتشينو. عيني على جمال المكان. اكتشفنا ان المكان فيه بحيرة. والله فعلا الواحد اللي يمشي على رجلين غير، او دراجة غير، ما تعدي عليه الاشياء هذه. خلنا نشوف المكان اللي جنب المحطة. هلا ما شاء الله طلع كوب. تاخذون طلبكو تروحون هنا. البحيرة هذه، روحوا البحيرة هذه، شوف برا، شوف هذه برا. شفتوها؟ هذا عندهم قسم المشروب، وهنا عاد اللي بياخذ بيتقهوى بياكل، هنا الكوفي، هناك قسم ثاني في كوب. يلا مواصلين الرحلة إن شاء الله. طلبنا منهم بيتزا تونة واحدة، والتونة تقريبا سعرها 19، يعني خلينا نقول 80 ريال هذه التونة. الحين هذا وريكم بيتزا، بس مو مقصقصة. ليش؟ لازم نقول مقصوها يا أخي، يكسكسونه لازم. الشيء اللي ضايقني في سويس في اوروبا هو شوف يدخلون الكلاب بعض الاحيان في بعض الاماكن. هلا والله، الحين مشينا خلاص، رايحين مع طريق الجبلي من الهاي واي للجبلي، ورايحين ان شاء الله باذن الله للفندق، ونشوفوا كيف السحب. طبعا الطريق يكون جبلي دائما ضيق يعني، ولفات كثيره وما تمشي واجد. لا وشوف هذولا بالدراجات، يا سلام سلم. احنا الحين بوسط الريف السويسري، وسط الريف السويسري، أوريكم وسط الحدث على قولهم. والله يا جماعة رغم أنه جبلي لكن تستمتع. تخيلوا الشارع، شوفوا كيف، يا الله يوسع سيارتين. بالله كم لنا واقفين؟ لنا 3 دقائق. زين ولا في أحد لحالنا. ها تو سيارات هناك، 3 دقائق واقفين. يلا اصور لكم. ها الدناديش، غريب ما في دندوش، بالعادة يحطون قراقيش لحن. يلا الحمد لله خلاص قربنا نوصل، باقي كيلو وين ونص. قربنا ان شاء الله نوصل المكان وهذه القرية. طبعا هذه القرية انا اول مرة اجيها،
كيف يا جماعة؟ يا الله شيء جميل صح؟ واو شو رأيكم أنتم بالله؟ هاي حطوني رأيكم. أهلا والله الحمد لله بشركم لقينا المكان. طبعا الحمد لله حصلنا واحدة جيز هناك، فقلت له أعطيتها الترجمة فتصوروا هذا كله لنا تقريبا اللي تحت الدور اللي تحت، فجبت لي مفتاح عن طريق هذا ترجمة الألمانية. هذا المفتاح، هذا في رقم معين اللي ترتفع، يعني هذا لي حقت بيوت ثانية حقت البريد. بسم الله الرحمن الرحيم. الكوخ أو البيت، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أول مجلس، عيني. هذا كيتشن، مطبخ. الجهة الثانية مجهزين لكم كل شيء ما شاء الله. غرفة، غرفتين، أسرحهم راح يمرون. وهاي الثالثة، إيش حياتك يا حبيبي. وهنا ما شاء الله، هنا المستودع، هنا دورة المياه. الله يكرمكم، كبير مرة مرة. أول مرة أشوف محل كوخ كبير دورة مياه حقته. هذا دورة مياه ثانية بعد اثنتين. يلا وش رايكم بالمكان هذا؟ شفتوا؟ بسم الله. هنا شوفوا، قاعد اوريكم الاماكن. وحتى هذا مكتمل، شوف صابون حركات. لا ومروان مضبطينك ومروان عارفينك تبي قهوه. هذا شاهي، شاهي اي شاهي. انا اشوف ذا اقول شاهي كثلاجه. والله بعد الخط اربع ساعات، لا اقل لا اقل ثلاث ساعات ونص. كل شيء موجود ان شاء الله. تدري كل ذا كله اقامه ست ايام، تدري كم؟ ب 2500 ريال. كم تطلع؟ كم تطلع الليله؟ 2600 2500 2500 يعني اليوم 500 ريال. اي حق اقامه 6 ايام يعني اليوم بس ب 500. كل هذا قاعد تشوف 500 ريال، هذا اقل من 500. عطنا كم بالله، كم حل ال 400؟ 400 اي. وعندك كم؟ 417 ريال الليله الواحده. تخيل ذاك الجمال كله في ذا المكان وذا المنطقه، وبينها وبين انترلاكن تقريبا مسافه 30 او ارنقل خرنقل 40 كيلو بالكثير يعني. انترلاكن تبرير يا اخي. اي طبعا على الفخامه، هذه على الفخامه، على كل الكميات الموجوده فيها. يلا عموما تدري كم تدري ما دخل جوا؟ ادري ما دخل جوا. تدري ان فيها ثلاث غرف دورتين مياه الله يكرمك. والله راح ناظر ما شافته، او دخل هنا وجلس. اوريكم هنا المكان. طبعا جت لمنا صاحبه المكان وقالت احنا اصلا عائله وساكنين في كل هذه المنطقه، لهم كل هذه المنطقه. قالت حتى انه امي عايشه معنا وكذا، وداد وماي داد وماما. طبعا هنا حق اطفال يلعبون قبل شوي، مراجيح. يلا رايحين ان شاء الله باذن الله المكان. الكل اي واحد يجي سويسرا وانترلاكن او حوالين انترلاكن يقول لك اني ابتلش بالاكل العربي. بنروح البقاله العربيه الان باذن الله. يلا جو نروح هناك. موقفنا خاص، هذا كله اللي نتصوره مو بالدور اللي فوق، احنا هنا الدور اللي تحت. هذا هو المكان الجميل صراحة، من جد هذا اعطيه 10/10. علاوة على قيمته يعني الجميلة، موقع الرائع. صح انه شوي بعيد عن الدور، لكن انت بعيد عن الازعاج، بعيد عن الصخب. في ثون، دخلنا ثون. نروح ان شاء الله للبقالة العربية باذن الله. بثون الحين اكثر واكثر، باقي 900 متر ونوصل ان شاء الله البقالة باذن الله. هلا والله، اخيرا وصلنا. هذه هي البقالة. هذه هي، ان شاء الله ندخل نشوف وناخذ اللي نبغاه ان شاء الله باذن الله. يلا دخلنا المكان. هذا هو ما شاء الله تبارك الله. وجيتهم قبل سنتين ثلاث سنوات. وهذا جابنا العيش. طبعا تقول انتم مفروض الموجود عندكم اللي هو خبز الشامي، دائما موجود دائما. ايه. بس امبارح كان عطله. ايه فما شاء الله انسحب. ممتاز. طيب نبغى الرز. اي والله الرز واللحم والحركات الحلوه. وهذا بعد الرز اللي عندك بركات دراغو. هذا الحين هذا سعره 64 ريال، هذا رقم واحد طبعا عندهم يعتبر
بسمتي رقم 64. هنا القهاوي اللي عندهم قهوة تركية وغيرها. هنا البقلاوة طبعا أكثر من ترجات اللي عندهم من تركيا جاية. هذه كلها لحوم طبعا كلها حلال لأن هذا أصلا بقالة عربية. طبعا كانت أفضل من كذا بكثير قبل 3 سنوات، فقالوا قال لي هو أنه باعوها لأولين وشراء واحد ثاني، فكانت حتى المنتجات السعودية موجودة عندهم. طبعا في واحدة ثانية في إنترلاكن، هذه في ثوم. الله الحمد لله وصلنا. وش توعدنا اليوم بإيش؟ وش المفاجأة؟ انتظرونا الله على طبخ أبو مروان.